المباراة في الساعة الرابعة واستطاع النادي الأهلي إنه يفوز على نادي الاتحاد بنتيجة 58-41، وللأسف والغريب إن بعد المباراة التي أقيمت بين فريقي المرتبط تم إعلان نتيجة المسحات التي قام بإجراءها اتحاد كرة السلة بعد المباراة ما لعبت، واتضح إصابة 7 لاعبين من فريق المرتبط للنادي الاتحاد السكندري بكورونا وشاركوا في اللعب امام فريق النادي الاهلي. فانا ما كنتش عارف يعني هم عملوا المساحات، مش مفروض ياجلوا المباريات لان بتظهر نتيجه المساحات. النتيجه لكده ان اتحاد كره السله قرر تاجيل ماتش المرتبط او تحت 16 سنه الذي كان سيقام بعد غد الى موعد اخر يحددوا فيما بعد، او لانتظار نتائج المباراتين الكبار. اجواء حزينه في الإسماعيلية، ولكن مع ذلك كلنا ثقة في لاعبة النادي الأهلي الموجودين إن هم يقدروا يعوضوا زمايلهم اللي مش موجودين، وإن هم يقدروا يلعبوا بروح وحماس النادي الأهلي ويسمعوا كلام تعليمات الكابتن أشرف توفيق ويقاتلوا من أجل الفوز بمباراة إن شاء الله. وأنا أعتقد إن هذه الروح اللي هتبقى موجودة ومسيطرة، وأتمنى التوفيق تماما لفريق النادي الاهلي، واتمنى ان انتم تكونوا تستمتعوا بهذه المباراه. واسيبكم مع الكابتن اشرف توفيق اشوف هنقول ايه. الراجل اللي كان هنا زي ما قال رامي كده لما بيجي يلف مرة تانية وعودة للمباراة. وزي ما كنا بنقول ان النادي الاهلي تعرض لاصابات كتير قوي في كورونا قبل المباراة ديت. قبل المباراة دي اقيمت المباراة الاولى لنهائيات الدوري المرتبط للانسات بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج، واستطاع النادي الاهلي الفوز بالمباراة الاولى للصغيرين والكبار. لكن برضو للحق فريق سبورتنج للبنات كورونا بتضربها بقوة، افضل عناصر فيها مع المدير الفني كابتن عمرو عاشور ومساعده هيثم كمال اترجو لهم كلهم الشفاء، وبكل الروح الرياضية وتقاليد مبادئ النادي الاهلي. الكابتن رؤوف عبد القادر من شوية قال ان مكسب النادي الاهلي نادي سبورتنج بدون لاعبته لم يسعدنا، لان دي مش الرياضه زي ما قال الكابتن رؤوف. لازم الناس تلعب بقواها وتدي فرص للناس انها تلعب بكل قواها، ده مبدانا في النادي الاهلي. لكن احنا تعطينا في الوضع دوت، وفرقه الولاد ان شاء الله قادره على ان تستمر. نزل خماسي البدايه للنادي الاهلي اللي بيتكون من حاتم البحيري 77، أليكس يانج 5، سيف سمير 8، محمد أبو النصر 23، والصاعد الواعد الناشئ تحت 20 سنة عمرو علاء زهران اللي لعب المباراة اللي فاتت ضد نادي سبورتنج بقوة. وادي حكامنا سامح استفانوس وإيهاب عابدين والكابتن شيكيو من منطقة اسكندرية، 3 حكام دليلين ممتازين. الناحية الثانية مستنيين الكابتن أحمد مرعي وجهازه جهاز بقيادة القدير الكابتن أحمد مرعي، طبعا مدرب كبير، 2 من المديرين الفنيين الكبار جدا في تاريخ كرة السلة لأصحاب إنجازات كبيرة
كابتن اشرف توفيق وكابتن احمد مرعي. كابتن احمد مرعي رايح يسلم هو على كابتن اشرف توفيق. كابتن اشرف مش واخد باله هيلفله دلوقتي. بيساعد الكابتن احمد مرعي الكابتن عمرو السبقي وكابتن ياسر دوجا. اما الناحيه الثانيه فبيساعد الكابتن اشرف الكابتن سيد مصطفى والكابتن احمد الجرحي مدير اداري الكابتن طارق الغنام الاداري النشيط الدكتور ريد الخراط والدكتور احمد والدكتور هيثم للعلاج. خماسي النادي الاتحاد اسماعيل احمد راح يحيي كابتن اشرف شوشه دوله وميدو وهيثم كمال. دي البدايه بتاعت نادي الاتحاد السكندري. كل التوفيق وكل تمنياتي ان انتوا تستمتعوا وتبقى مباراه جيده ان شاء الله. سامح سافروس مش جنفور سيف ياخدها توصل لاليكس يانج. اليكس يانج اليكس يانج ابو النصر سيف سمير. سيف سمير بيلف. برافو يا سيف برافو يا سيف. بيلف ويحترق ويحترق اول نقطتين لصالح النادي الاهلي. دوله احمد عادل دوله حاطط البحيري بيدافع عليه في ترابات في النادي الاهلي بيلعب زون ديفنس. هيثم كمال شوشه شوشه اسماعيل بكل خبره بيشوطها لكن ما بيجيبهاش. طبعا اسماعيل نجم كبير من احسن لعيبه في تاريخ السله في العرب. وادي اليكس يانج بيخش يطلعها يلمها تاني طلعها لكن ياخدها شوشه وهو بيحاول ياخدها تطلع منه اوتسايد تبقى اوتسايد لصالح النادي الاهلي. البحيري البحيري عمرو زهران عمرو زهران محمد محمد ابو النصر برضه فريق الاتحاد بيلعب دفاع منطقه. الكسندر بيشوط مع اخر ثانيه ما بيجيبهاش يلمها هيثم كمال ويطلعها لاحمد عادل لاسماعيل احمد لمحمد ميدو ويحطها اللي هي بتدور 2 2. وادي ضغط من نادي الاتحاد السكندري. اليكس يانج يكسر الضغط دوت واسماعيل بيلم ده على دول عشان يعمل تراب او مصياده. اليكس يانج يقف ويصوت من زمية ما تجيش لكن سيف بكل اقتدار. برافو يا سيف هايل يا سيف. بيعمل ريباوند ويحط باسكت 4 2 لصالح النادي الاهلي. شوشه دوله ميدو اسماعيل اسماعيل سمعه شوش دوله للسمعه ثلاثيه فاضي خالص ما بيجيبهاش. سيف سمير بالماء لابو النصر لسيف حاتم البحيري علاء عمرو علاء زهران ابو النصر اليكس يانج لسه نادي الاتحاد بيلعب زون ديفنس برضو. حاتم عمرو زهران يا ولد يا ولد يا ولد يا عمرو زهران. عمرو زهران الناشئ الصاعد الواعد بقوه بيحط ثلاثيه 7 2. برافو يا عمرو ما شاء الله عليك. اسماعيل وبيقطع عمرو زهران برافو يا عمرو. حاتم البحيري بيديله اسيست برافو يا عمرو يا زهران. هذا الشبل من ذاك الاسد عمرو علاء زهران ابن نجم مصر ونجم النادي الاهلي المستشار علاء زهران بيقول انا اهو برافو يا عمرو بيلعب ضد اقوى فريق في مصر مش هايب الموقف. وادي دوله بيشوط ثلاثيه ما بتجيش 9 2 لصالح النادي الاهلي. بحيري بداية الأروع من أولاد النادي الأهلي. بحيري يانج حاتم البحيري حاتم البحيري بيحاول يخترق بيخترق وطلعها لأليكسانج بس وحشة لسه الكرة في اللعب. عرفوا يا إبراهيم يا أبو النصر بيحاول يمسك وفاول على دولة. برافو يا إبراهيم محمد أبو النصر يا جماعة مقاتل مقاتل برافو يا محمد برافو يا محمد ابو النصر. كابتن اشرف توفيق بيحييه. ترجع الكوره وتتجدد زمن الهجمه 24 ثانيه لصالح النادي الاهلي. طبعا ابو النصر للبحيري فالثلاث دقائق من ذات الربع الاول. علاء بيحاول يباصي لكن ميدو كده يخبط وتطلع منه اوت. ابو بحيري اليكس يانج
باصه تتقطع لكن ياخدها عمرو زهران ما فيهاش حاجه. عمرو كنت تسيبها تنط، معلش معلش ولا يهمك، قله خبره، انت كان لازم تسيبها تعدي يا عمرو وبعد كده تمسكها. هو عمل عليها باك زون او رجع للمنطقه الخلفيه فتبقى اخو خلفه فرتين بدين زون او دفاع منطقه. شوشه يوسف شوشه باصه كويسه قوي لميدو بيحط نقطتين، وادي الكابتن احمد مرعي بيزعق ليهم. بحيري ابو النصر لبحيري عم ابو النصر ابو النصر في زون كويس مع معمول النادي الاتحاد. ادي الكره بتقطع تاني مره، فاضل خمس ثواني. عمرو بيخترق، عمرو بيعمل اسيست رائع. عمرو برافو يا عمرو يا زهران، رائع رائع، بيعمل اسيست رائع لسيف سمير اللي بيهوش ويطلع ياخد خطا شخصي من شوشه اعتقد. بصوا الاسيست، بصوا الاسيست، وادي سيف بيهوش فعلا، فاول على يوسف شوشه. سيف بيسجل الرميه الحره الاولى، برافو يا سيف. الرميه الحره الثانيه، الرميه الحره الثانيه لسيف سمير، برافو يا سيف، بادي رائع، ده رائع من سيف سمير. 11-4 للنادي الاهلي، وادي تغيير، نزل المحترف الامريكاني جاي وطالع يوسف شوشه. وادي النادي الاهلي بيضغط. اسماعيل ميدو لدوله بيقلب لزوم، برافو عليك. دفاع دفاع كويس، دفاع كويس. دوله ثلاثيه من بعيد ما بتجيش، لكن هيثم كمال بيخش يلمها. بيعتذر ابراهيم من النصر الكابتن اشرف. 11-6 باقي خمس دقايق، الفرقتين بيلعبوا ضغط كويس وبيرجعوا من الضغط للزون. اليكس يانج البحيري ابو النصر، ابو النصر ليانج للبحيري لابو النصر ليانج، بيخترق وبيخش وبيغير اتجاهاته. سيف سمير بيحاول يتابعها ما بيتابعهاش، لما سمعه علاء عمرو علاء زهران بيعافر معاه كده، برافو يا عمرو. توصل الكرة لدوله جاي، هيثم كمال عنده نسبة في الثلاثية فعلا بيسجل. النتيجة 11-9 لصالح النادي الأهلي. فاضل خمس دقايق وأربع ثواني على نهاية الربع الأول. أدي الكورة لهيثم، بيطلع سكرين ويطلع لبره ياخد الثلاثية. إعادة رائعة من مخرجنا. 11-9 ولا فيش النقط ديت، اما الساعه تتحرك هتتحسب. حداشر تسعة فعلا تعدلت اللوحه اهيت. وده في ضغط طب طول الملعب من نادي الاتحاد السكندري. ابو النصر طلع لالكس لسيف لعمرو زهران، ضرب الضغط كويس فرقه النادي الاهلي. بحيري اليكس يان بيخترق، برافو يا اليكس، بسهوله جدا بيسجل، برافو يا اليكس. باسيست كويس من حاتم البحيري. جاي دوله ميدو هيثم كمال اسماعيل احمد بيموش الكره بسهوله، وادي دوله بيشوط ثلاثيه ما بتجيش، بيحاول عليها جاي يرجعها، هياخدها اليكس يان ويطلعها لحاتم البحيري، هو الباسكت لوحده وبيسجل حاتم البحيري. 13-9 اعتقد 15 يا جماعه، ايوه 15-9 فعلا. فاضل اربع دقائق، مستمر النادي الاهلي في دفاع المنطقه. هيثم كمال ميدو اسماعيل دوله لجاي ثلاثيه ما بيسجلهاش، لمها اليكس يانج، برافو يا اليكس. ابو النصر نائب النصر لاليكس يانج، سيف سمير بحيري عمرو علاء زهران حاول يخترق، بيخترق ارض لك يا عم اللي ما اسماعيل لدوله لميدو لدوله اسماعيل احمد لجاي فاضي على الثلاثيه بيشوت ما بيجيبهاش، لما هيثم كمال، هيثم كمال بيعملها خلفيه كده بيسجل. 15-11 وباقي من الزمن 3 دقائق و30 ثانيه على نهايه الربع الاول. بسهوله بيخرج النادي الاهلي من دفاع الضغط اللي بيعمله نادي الاتحاد. زهران زهران ما تستعجلش يا زهران، زهران
خبرات بقى قليله فبيطمع في الكوره يا عمرو. لا جاي بيخش سيف سمير وهو بيلم بيزق هيثم، يبقى خطا على هيثم. وادي الكابتن الجرحي بيتكلم مع علاء زهران بيقول له يا علاء انت ماشي كويس، بلاش تاخد شوت فيها اجريسيف. وفعلا بيغيره الكابتن اشرف، برافو يا عمرو يا زهران، رائع، بدايه رائعه. وادي احمد نويب الموهوب نزل مكان عمرو زهران، وبرده مصطفى عصام بينزل مكان دوله في نادي الاتحاد السكندري. وادي رامي ابراهيم بيخش مكان اسماعيل. كابتن احمد مرعي من فلسفته في اللعب، تغييراته والروتيشن في اللعيبه كتير، وده مساعده لان عنده ال 12 لعيب في فورمه واحده. وادي ميدو بيخترق بيعملها من الناحيه الثانيه، برافو يا ميدو، حلو قوي يا ميدو، كويس. طبعا احنا لازم نقول على اللعبه الحلوه، حلوه. الاتحاد بيتميز طول عمره ان هو والنادي الاهلي بيتنافسوا دائما على الالقاب، ومدرستين من مدارس كره السله الكبيره. طبعا الاتحاد عنده طبعا بطولات اكتر، ما نقدرش نقول اكتر من كده. ادي مهيب بيهوش بيدي لسيف، سيف سيف، لكن بيعمل خطا المشي بالكوره، لا مش باسكت، خطا ماشي بالكوره، معلش يا سيف ارد لك. 15 13 لصالح النادي الاهلي، دي 42 ثانيه على نهايه الكوارتر الاول. النادي الاهلي قلب دفاع راجل لراجل، مصطفى عصام، مصطفى عصام بيحاول يشوط لكن بيساعد ابو النصر عليه. رامي ابراهيم شوطه من بعيد قوي يا رامي، تلمس حاجه يلمها اليكس يانج، طلعها لابو النصر يحطها لمهيب وهو بيستلم الكره. مهيب مصطفى عصام بيرتكب خطا ضده. الماتش يا جماعه يعني ما فيهوش عنف، احنا دلوقتي فاضل دقيقتين والفرقتين لسه، كل فرقه عمل ثلاثة فاول والنادي الاهلي عمل فاول واحد. اوت سايد لصالح النادي الاهلي، بحيري، سيف سمير، يانج، برافو يا يانج، هو داخل بيتدرب، انا شايف انها فاول لكن الكابتن سامع سامفوس ما فيش حاجه، حتى اليكس يانج مستغرب. رامي ابراهيم، وادي هو اتصاب واحده الناحيه الثانيه، واحده بواحده ماشي. ابو النصر يا سلام على تغيير اتجاه يا ابو النصر، يا ولد يا ابو النصر، يا ولد يا ابو النصر، تغيير اتجاه رائع يا ابو النصر. انا بقول ابو النصر ده الجند المجهول في فرقه النادي الاهلي، لعيب بيلعب بمستوى ثابت في جميع المباريات، لعيب تثق فيه، انا شبهته الماتش اللي فات. وادي خطا مهاجم على هيثم، على رامي ابراهيم، تغيير ثاني من الكابتن احمد مرعي، نزل احمد ايهاب بيبو، بيبو مكان هيثم كمال. وادي كابتن اشرف بيتكلم. 17 13 لصالح النادي الاهلي، اهو فاول صح، رامي اتحرك وزق مهيب، برافو، في العادة شفناها. حاتم البحيري، البحيري اليكس يانج، اليكس يانج رامي ضاغط عليه، اليكس يانج عايز يلعب واحد على واحد، وفعلا وفعلا يا ولد يا ولد يا ولد، اليكس يانج بيخترق برشاقة وبيطلع فوق ميه بيبو وبيحطها من فيه، برافو يا اليكس، يرفع النتيجة ل 19 13. بيبو، بيبو لميدو، ميدو بيخترق، برافو يا ميدو، عمل اختراق جيد، وهو داخل مهيب يرتكب خطأ ضده ويسجل نقطتين ويبقى رمية إضافية لصالح ميدو. رمية إضافية 19 15. ميدو رمية حرة إضافية بيسجلها، برافو يا ميدو، 19 16. وادي دفاع في طول الملعب برضه تاني، ابو النصر تتقطع منه، بتطلع مصطفى لميدو، في خروجه وحشه من البريس اللي فات دوت. 19 18 لصالح النادي الاهلي، اخر دقيقه في الربع الاول، اليكس يانج هو اللي بيفرق المشكله بتاعت الدفاع الضاغط دوت لمهيب. ابو النصر، ابو النصر بيخترق، بيطلع لمهيب، بتاعتك يا مهيب يا بسم الله الرحمن الرحيم، لك معلش معلش، بيكسر النادي الاتحاد الضغط اللي معمول. بيبو لجاي بيشوط مديوم ما بيجيبهاش، يا سلام يا سفير متألق، يا سيف يا سمير، هايل يا سيف يا سمير، هايل يا سيف، ما شاء الله لابو النصر،
24 ثانية على نهاية الربع الأول. وادي بن نصر هو داخل بيعوقه بيبو طبعا اتحرك بكتفه خطأ على بيبو. هنشوف هيحسبها رميتين حرتين ولا لا. بص بص الإعادة بص بص اتحرك ازاي بيبو حرك كتفه تو شوتس لأن ده الخطأ الشخصي الخامس على نادي الاتحاد فيبقى في رميتين حرتين. وادي علاء كابتن اشرف بسرعه عايز يلعبوا الدفاع ال 20 ثانيه دول. هيريح مين؟ هيريح مهيب في الديفنس عشان يدافع. علاء فت دلوقتي لان مهيب كان راجع من الاصابه. ادي سامح استيفانوس بيتكلم مع كابتن سعد مصطفى وكابتن طارق غنام. مش عارف سامح بيتكلم معاهم ليه. بيطالبوا من واحد بس اللي يقف. ابو النصر رميتين حرتين فاضل 20 ثانيه على نهايه الربع. برافو يا ابو النصر محمد ابو النصر. كنت لسه بقول لكم انا الماتش اللي فات شبهته بعمر السوليه كده في فرقه كره القدم. لعيب مستوى ثابت ما بتسمعش صوته لكن مؤثر جدا مع الفرق. ابو النصر هارد لك حسدته باين ولا ايه؟ ما يجيبش الرميه الحره الثانيه. وادي دفاع ضاغط على شوشه. هنشوف الاعاده. الحكم حسب فاول على محمد ابو النصر. ده الخطا الثاني. الخطا الثاني على محمد ابو النصر 16 لا الاولاني على الاولاني ميدو مصطفى عصام 10 ثواني على نهايه الربح. رامي ميدو بيحاول يخترق. برافو يا ولد برافو يا ولد يا علاء زهران. وادي البحيري بيشوطها قبل ما تخلص النتيجه وينتهي الربع الاول 20-18 لصالح النادي الاهلي. اسيبكم المديرين الفنيين هيقولوا ايه ونرجع بعد دقيقتين. مرة تانية وبداية الربع الثاني للمباراة الهامة في نهائي دوري المرتبط. المباراة الأولى للكبار، المباراة الناشئين النادي الأهلي فاز بيها. والنتيجة كانت انتهى الربع الأول بتقدم النادي الأهلي 20-18. رامي إبراهيم بيبو شوشة شوشة مصطفى عصام أعتقد دبل دريبل فعلا مسك الكرة عمل دريبل. وادي كابتن شيكابالا صفرها.
لو بصينا على افضل المسجلين في الشوط الاول الربع الاول نلاقي ان الاتحاد السكندري اتنين لعيبه بس اللي حطوا له ال 18 بونت دول، ميدو حط 11 بونت وايسر وكمال حط 7 نقاط. اما في النادي الاهلي اتوزع السكور سيرف سفير حط 6، عمرو علاء زهران حط 5، اليكس يانك حط 4 نقاط، ابراهيم ابو النصر حط 3. الجمال اللي نزل دلوقتي اول مشاركه للجمال وادي سيف، برافو يا سيف، هارد لك والله، هارد لك يا ابني، الكره خرجت وخرجت، برافو عليك. معلش مصطفى عصام، مصطفى عصام بفكركم للي ما كانش معانا من الاول ان فرقه النادي الاهلي بتلعب ناقصه 5 لعيبه من عناصرها الاساسيين ونجوم الفريق، ناقصه ايهاب امين، ناقصه عمرو الجندي، ناقصه عمر طارق، ناقصه محمد مصطفى مودي، ناقصه عبد الفضيل، ومع ذلك رجالتنا عاملين شوط اول رائع. مصطفى عصام ثلاثيه بيسجل ولاول مره الاتحاد السكندري بيتقدم 21-20. بحيري، بحيري نادي الاتحاد قلب دفاع مان تو مان، اليكس يانج، زهران، زهران، اليكس يانج، اليكس محل يختارك بيغير اتجاهات الوقوف، اديها لسيف سمير، برافو يا سيف، ممتاز يا سيف، رائع يا سيف. انا يعني شايف سيف عامل، ربنا يحميه ربنا يحميه، ما شاء الله عليك يا سيف. 22-21 النادي الاهلي، النادي الاهلي لسه مستمر يلعب دفاع منطقه. شوشه، مصطفى عصام، بيبو، رامي ابراهيم، ميديم شوك كده ما تجيش في حاجه، يلحقها سيف، برافو يا سيف، يقاتل عليه لغايه الاخر، يطلعها للبحيري، تخبط في رجليه مره بيبو مرتين، بحيري بيعدي للجمال للبحيري، بيخش ما بيسجلش، ارجع يا بحيري ما جاش حاجه، لجاي بيقف وشوت ميديم شوت وحشه، سيف من اعلى نقطه، برافو يا سيف. ابراهيم الجمال بيغير اتجاهاته، بيطلع لاليكس يانج، بحيري، ليانج بيخترق، برافو يا سيف، بيخترق وهو بيخترق، رامي ابراهيم بيرتكب خطا ضده، اعتقد الكره دي في المفروض انها تو شوتس اعتقد، لكن الشيكوي بيقول لا اوت سايد، وادي تغيير، نازل علي وطالع احمد اياب بيبو، مسك مسك الكوره، وهنا الناحيه الثانيه طلع مهيب، نزل مهيب وطلع عمرو زهران، الجمال، بحيري، الجمال، بحيري، الجمال بيحاول يخترق، طلع لحاتم البحيري، بيخترق حاتم للجمال، يلا يا جمال واحده من بتوعك يا رب، يا جمال يا جمال يا جمال، اهلا بيك في نادي الثلاثيات يا جمال، انت ملك من ملوك نادي الثلاثيات، و برافو يا ابراهيم يا جمال. 25-21 طبعا في لعيبه كتير في النادي الاهلي النهارده هتشارك وقت طويل قوي نظرا للغيابات اللي موجوده، حاتم البحيري منهم، سيف سمير منهم، اليكس يانج منهم، وادي دخول من جاي كويس بيسجل نقطتين، اختراق من المنتصف واسيست كويس من رامي ابراهيم. 25-23 يانج، سيف، مهيب، ليانج، اليكس بيلف، يا سلام على الاسيست الرائع، لكن بيطلعها للجمال، الجمال، 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 ايوه يا جمال، مكنة الثلاثيات اشتغلت، وبس تغيير، الجمال تاني ثلاثيه باك تو باك، 28-23 ايوه يا رجاله، الاهلي بمن حضر ان شاء الله، اليكس يانج بيعمل اسيست لسمير اللي بيعمل يطلعها للجمال ثلاثيه، نرجع للملعب، شوشه، مصطفى عصام، مصطفى عصام ثلاثيه بيسجلها، برافو يا مصطفى، ثلاثيه هنا وثلاثيه هنا، لعيبه كبيره جدا جدا في الفريقين يا جماعه، اقوى فرقتين في مصر في المرحله دي، تيرن اوفر ملوش اي لازمه من اليكس يانج، مفيش مشكله، ندافع، 28-26 لصالح النادي الاهلي، 6 دقايق على نهايه الشوط الاول والربع الثاني، جاي علي، صفا عصام، صفا عصام بيخترق،
طلعها الرامي لهيثم كمال، ثلاثيه من هيثم ما تجيش وتخبط في اللوحه فوق، فيبقى اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اداء بروح الابطال وبروح النمور الجريحه بيأديه فريق النادي الاهلي رغم الغيابات، لكن الموجود رجاله وبيقاتلوا على كل كوره. حاتم البحيري خبط في مصطفى عصام، لازم يوقف الحكم كابتن سامح ستيفانوس. ان شاء الله سليمه. حاتم بديله مودي مش جاهز، مودي جرحي ومودي مصطفى مصاب وهاب امين مصاب، ما عندناش صانع العاب غير مودي الجرحي بقاله فتره مصاب، ربنا يوفقه لو نزل. بيجهز اهو وبينادي عليه كابتن سيد مصطفى، ان شاء الله تبقى بسيطه يا بحيري. راجل يا حاتم فعلا واقف على رجلين، اتمنى له السلامه واستكمال المباراه هو وكل اللاعبين من الاهلي والاتحاد السكندري. وادي محمود وليد اللاعب الناشئ ومحمد ابو النصر الجندي المجهول. حاتم البحيري هيرمي الاوتسايد، الجمال ابراهيم الجمال، ابراهيم الجمال لالكس يانج بيخترق، يا سلام وبيحط بيديه اليمين، لكن وهو داخل هيثم كمال يرتكب خطا ضده، يبقى رميتين حرتين لصالح اليكس يانج. وفاضل خمس دقايق ونص على نهايه الربع الثاني. اليكس سجل الاولى، برافو عليك. اليكس ما بيجيبش الثاني، هارد لك لما علي لدولا اللي نزل دلوقتي، وادي دوجا مؤمن دوجا ودولا نزلوا مكان مصطفى عصام وميدو وجوشا. النادي الاهلي لسه بيلعب زون، مصطفى عصام مؤمن دوجا هيثم كمال مصطفى عصام لعلي، لكن الكره جت في رجل لاعب من النادي الاهلي، فتبقى الحيازه تاني النادي الاتحاد وتجدد زمن ال 14 ثانيه. وادي الكابتن اشرف توفيق بيكلم الشكاوي، الشكاوي حكم من الحكام الممتازين من منطقه اسكندريه. دولا يقطعها ابراهيم الجمال بخبره كبيره، اليكس يانج الجمال الجمال بحيري، حاتم البحيري لسيف سمير لمهيب، معلش تردد فيها سبع ثواني. سيف سمير لمهيب بيديله ويقطع، لكن برافو يا سامح يا ستيفانوس، يا سلام عليك يا حكم يا دوري القدير، فعلا مسك ايديه وانت تكنيكال فاول للجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، لان هو طلب من الجهازين محدش يقف غير واحد ومحدش يعترض. خطا فني على اتباع الجهاز الفني، يبقى رميه، ده التطبيق الجديد للقانون، بتلمي الخطا الفني الاول رميه واحده وبعد كده تطلع كره اوتسايد تاني لصالح النادي الاهلي. اليكس يانج بيسجلها 30-26، 4 دقايق 40 ثانيه على نهايه الربع الثاني. يانج بيحاول يخترق جاي، بس فعلا فرد ايديه وهو بيتحرك ففيها زقه، يبقى خطا مهاجم وتايم اوت للكابتن احمد مرعي. اسيبكم تسمعوا المدربين هيقولوا ايه ونرجع لبعض تاني. يا رب Thank you.
مرة تانية معاودة للقاء فريق النادي الاهلي بيقدمين عرض في منتهى القوة متقدمين 30-26 بقى 4 دقايق 35 ثانية على نهاية الربع الثاني دولة علي لجي جي لدولة دولة عايزة كمان حاول يلف بأليكس يانج يحطها بالشمال ما بتجيش يلمها أليكس يانج بحيري 2-1 تلمع فيها بحيري وسجلها بحيري برافو دولة جاي 32-26 علي ثلاثية ما بيسجلهاش يلمها يانج برافو يانج أليكس يانج سيف سمير عايز يطلع من الستار سيف سمير الجمال ما اعرف شو عن المنطقه المؤثره يا شباب حلوه لسيف سمير سيف سمير طلع تاني برافو يا سيف شاطها ويلمها طبعا 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 الكره لمست الحلقه المفروض زمن الهجمه يتجدد كره لمصلحه النادي الاهلي لان في خطا من الترابيزه وادي تغيير تاني كل مصلحه النادي الاهلي المفروض زمن الهجمه يتجدد خارج علي ونزل اسماعيل وخارج جاي ونزل اول مره ينزل احمد الصباغ دون جوان زي ما بيسميه الاسكندرانيه الجمال سيف سمير بحيري بحيري بيلعب مع اسماعيل احمد بيسكو بيخش بيه لكن ما يجيبهاش لما اسماعيل احمد دوجا مؤمن دوجا لدولة لمؤمن يعمل له بقى سكرين ويطلع عادل فاضي خالص دولة ما يجيبهاش لما اسماعيل من فوقهم لكن تخبط في دي وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي ثلاث دقائق على نهايه الربع الثاني النادي الاهلي متقدم 32-26 اوتسايد لصالح النادي الاهلي وفي ضغط من نادي الاتحاد بطول الملعب اهوت لكن الكره تخرج لاليكس يانج فاول على احمد الصباغ اعاق اليكس يانج ده الفاول الرابع لسه الفاول الجاي بقى النادي الاهلي هيبتدي يشوط الحكم بيطلب من عامل الصاله انه ينشف الملعب حرصا على سلامه اللاعبين اهو الفاول بص اليكس يانج عدى وادي احمد الصباغ من تحت رجليه فيها كونتاكت كده اهوت فيبقى فاول على احمد الصباغ بحيري ماسكو اسماعيل وحش يا بحيري معلش هارد لك يقطع منه دوجا لدوله لدوجا للسمعه هيثم كمال هيثم كمال طلعها لدوجا ثلاثيه من دوجا سياره يلمها مهيب برافو يا مهيب بيهدي ملعبه بحيري بيدي لاليكس يانج اليكس يانج اليكس يانج فاول على دولة في اصرار على الدفاع بصورة خاطئة من دولة ففاول لمتين حرتين لأليكس يانج للنادي الاتحاد ارتكب اكتر من اربع فاولات برافو يا جمال جمال راجع من اصابة كابتن اشرف كان بيجهزه الماتشات اللي فاتت كده خمس ست دقايق كل جيم ما شاء الله النهاردة كان متألق جمال بيخرج وينزل محمد ابو النصر جمال ابتدى رجليه ترجع لانه كان عنده جزء في الكعب طويل قوي والناحية التانية ادي ميدو دخل مكان دوجا اليكس يانج بيسجل لامي الحلة الأولى
ما بيجيبش الثانيه 33 26 دولا احمد عادل موديو ميدو اسماعيل لدولا دولا دولا اسماعيل احمد ثلاثيه من بعيد ما بيجيبهاش خدها حاتم البحيري لمحمد ابو النصر ايه ده ابو النصر كويس طلعها لمهيب بيهوش كويس قوي بيغير يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد ايه التهويشه الجميله دي بيغير اتجاهاته بيهوش اسماعيل احمد ويخش منه ويسجل نقطتين مهيب الموهوب 35 26 هيثم كمال للسمعه سمعه مش عايز يلعب شكله على الباسكت بيباصي باصه ما ياخدش باله منها هيثم كمال يقطعها النادي الاهلي مهيب الموهوب ابو النصر ابو النصر حاول يخترق بيوصل بيقف في الهوا ويغير اتجاهاته ما شاء الله عليكم يا اولاد مهيب دخله رائعه هي دي الروح اللي احنا عايزينها النادي الاهلي رجالته مهما يكون من مصاب موجودين ويتقدموا 37 26 تايم اوت لاحمد مرعي اسيبكم تسمعوا المدربين بيقولوا ايه بص جارد جارد بالذات اند اند ستارت ستارت ميبي ذا بول ذا جارد از هير ذيس جارد فلير سكرين هير جو تو جيت فري باس فلير سكرين باس جارد تو وينج كات خد التايم شويه في الهجمه في الهجمه دي قوي يا جماعه بص بص تاني 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 حتى في الزون يا جماعه مش عايز ما تدهمش شوطه لما يكون في سكرين بول لازم يبقى في هنا 2 ان 2 واه بوش هيم تو ذا سايز بوش هيم تو ذا سايز عايزين عايز اطلع الجيم ده عايز 10 من فوق 10 من فوق يا جماعه يلا بالعقل عشان خاطري بالعقل في بريك في مفيش نرجع يلا رجاله يلا بينا واحد اثنين ثلاثه مرة تانية وعودة للمباراة النادي الاهلي متقدم 37 26 قبل دقيقة و20 ثانية من نهاية الشوط الأول أداء رائع في الدقيقة ونص اللي فاتوا دولت من مهيب ومحمد أبو النصر هجوميا ومن باقي الفرقة دفاعيا يلا يا شباب يلا والله قادرين نعملها مع حتى مع الناس الكبير الموجودين فيه دولة دولة اتحاد سكندري هيثم كمال ميدو ميدو الكساندر بيطحها الكساندر ودانك ودانك الكساندر النادي الاهلي بيدفع بدفاع مجيد والله بيلعبوا بروح قتاليه عاليه جدا برافو يا شباب يا رب يكملها لكم على خير تسعه فاول على مهيب 39 26 فاضل 45 ثانيه دفاع النادي الاهلي مبوظ كل العاب الاتحاد السكندري يخليهم مرتبكين ميدو دولا احمد الصباغ لكن الدفاع الجيد من مهيب يقطع الكوره انا شايف النادي الاهلي بيلعب دفاع دفاع بروح الابطال برافو يا اولاد اوت سايد سبع ثواني على الهجمه ميدو اسماعيل خبره في الوقت بقى الحاسم سلام عليك يا اسماعيل لعيب كبير 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 في الوقت اللي فرقته داون او واقعه بيصحصحهم وبيحط ثلاثيه في وقت مناسب جدا يعني 39 29 بحيري 18 ثانيه الربع الاول مهيب بيساوش وبيخش هارد لك يا مهيب لمها سمعه
10 ثواني على نهاية الربع الأول. دولة ما تجيش الباسكت ده يا رجالة. ميدو ميدو سيارة تطلع اوت سايد لسه ما تشهدش وما تسجلش. ينتهي الربع الشوط الأول 39-29 لصالح النادي الأهلي. النادي الأهلي بيقدم مباراة في منتهى القوة إن شاء الله تكمل. استراحة قصيرة. دي عنده إصابة، عنده مزق في السمانة كده، ومع ذلك سخن وواقف ويسخن، ولو احتاجه الكابتن أشرف هينزله. كذلك سيف سمير. عمر طارق البديل بتاعه مش موجود، ممكن يشارك عبد الله ناصر اللاعب الصغير أو أحمد حمدي. أليكس يانج نفس الحكاية، عبد الفضيل البديل بتاعه. عودة للمباراة والبداية، وكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، وكل الأمنيات لسيادتكم إن أنتوا تستمتعوا بالمباراة. المباراة كانت جيدة جدا جدا في الشوط الأول، تليق بالفريقين الكبار. اتحاد سكندري تاريخ طويل، تاريخ كبير من البطولات. النادي الأهلي تاريخ طويل من البطولات في 20 سنة اللي فاتت، ابتدى ينافس بقوة في كل البطولات. حاتم البحيري، بحيري لكن يراه كويس. شوشة يقطعها، شوشة لميدو، مصطفى، مصطفى عصام، ودرام ابراهيم من بعيد قوي بيشوطها ما تجيش. لمها هيثم كمال كده في غفلة من أليكس يانج. حاتم البحيري، أليكس مهيب، هارد لك، ياخدها نادي الاتحاد السكندري. شوشة ثلاثية بيسجل 5 نقاط شوشة ورا بعض. مش عايزين ننام يا رجالة، مش عايزين ننام. 39-34 لصالح نادي الاتحاد السكندري. مهيب فاول على ميدو وهو طالع. مهيب ايوه عايزين نحرك السكور. يلا مهيب برافو عليك، اختراق جيد من احمد مهيب النجم القادم من نادي سبورتنج في موسم انتقالات اجراه مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، وبطلب من الكابتن اشرف توفيق ومسانده الكابتن رؤوف عبد القادر. موسم انتقالات خيالي السنه دي لتدعيم الفريق، لكن للاسف 3 لعيبه من اللاعبين اللي استقدمناهم الموسمين دول مصابين ما بيلعبوش النهارده. مهيب هو الصفقه الوحيده الجديده اللي بتلعب معانا، بيسجل الاولى وبيسجل الثانيه. برافو يا مهيب. 41-34 ديفنس يا اولاد، ديفنس ديفنس ديفنس. برافو يا سيف يا سمير، برافو يا سيف يا سمير. ابو النصر، ابو النصر نادي الاتحاد لعب فتره الاولى والثانيه دفاع منطقه كتير، دلوقتي قلب مان تو مان. اليكس بيخترق وهو داخل، مصطفى عصام بيرتكب خطا ضده، وادي الكابتن شيكو بيقول للعيبه اقعدوا اقعدوا انا صفرت خلاص. اوت لصالح النادي الاهلي من الحد الجانبي. ابو النصر مهيب بيهوش كويس وبيخش ويطلع لابو النصر لاليكس بعيده، هارد لك ما بتجيش. لما شوشه لميدو، ميدو عامل الربع الاولاني رائع، كان اكثر مسجل فيهم 11 نقطه في الربع الاول، وهو اكبر مسجل في الاتحاد لغايه دلوقتي 11 نقطه. صف عصام بيشوط بثلاثه وهو بيشوط. شيكاوي بيقول فاول على احمد مهيب، يبقى 3 رميات. مهيب ده الفاول الثاني عليه ولا الثالث؟ شوف كابتن اشرف بيغيره على طول. معلش يا كابتن اشرف، الفاول الثالث عشان كده سحبه، وعشان كده كابتن اشرف طبعا زي ما بقول لكم العناصر اللي في ايديه بره قليله، فما اللعيب يعمل له فاول تراب من بدري كده بيتاثر. بس ان شاء الله هنكمل على خير. الجمال بيرجع مكان مهيب. مصطفى عصام 3 رميات حرة، بيضيع الرميه الحره الاولى، الرميه الحره الثانيه. مصطفى عصام شاب جميل لفتره في قطر
وبيلعب لمنتخب قطر بعد ما رجع حتى الاتحاد السكندري، كان من حوالي شهر كده كان بيلعب تصفيات اسيا مع منتخب قطر. بيحط رمتين حرتين من الثلاثه 41-36. البحيري، يا رب يا بحيري تستحمل الجيم كله. البحيري، يانج، ابو النصر، البحيري ليانج، ابو النصر، دفاع جيد من نادي الاتحاد السكندري، فاول على مصطفى عصام رقم 4. هنشوفها هي في الاعادة، هو بيعد اهوت، حط رجليه في طريقه، طبعا دي فاول. ده الفاول الثالث على فرقة نادي الاتحاد، والفاول الثالث على مصطفى عصام. عشان كده بسرعة كابتن احمد مرعي المدرب القدير المدير الفني الكف بيغير بسرعة، زي ما كابتن اشرف كده برضو المدرب القدير غير بسرعة احمد مهيب. المدربين فنيين صحيين وشايفين فاول تراب اللي فلقهم. طلع مصطفى عصام ونزل دولة، وادي نادي الاتحاد قلب زون ديفنس تاني. اليكس يانج، يلا يا جمال، يلا يا جمال، يلا يا جمال، يلا يا جمال، يا جمال، يا جمال، يا سلام عليك يا جمال يا ملك الثلاثيات. ايوه كده، ارجع، ما شاء الله 3 من 3، ما شاء الله يا جمال. رامي لهيثم، بيحط من اليكس يانج، معلش ممكن اليكس يانج بيريح شويه في الديفنس لان هو تعب لغايه دلوقتي ما غيرش خالص. الجمال 44-38. يانج، سيف، ابو النصر، البحيري، ثلاثيه ما بيجيبهاش، لكن سيف من فوق بيلمها وبيهوش وبيطلع. راجل يا سيف بيلمها زي الوحش وبيهوش وبيطلع يحطها. ابتدى يتعب 46-38، لكن مفيش بديل. خد نفسك يا سيف. نادي الاهلي راجع زون تاني. دوله، شوشه، ثلاثيه فاضي ما بيجيبهاش، لكن ميدو بيخش. برافو يا ميدو، احسن لاعب في فرقه الاتحاد النهارده. يلمها من سيف ويسجل. سيف، الجمال، الجمال بهدوء كده. 46-40. بحيري بيدافع عليه دوله. بحيري بيحاول يغير اتجاهاته، خطا على دوله. في زي ما بيقولوا كده اوفر رياكت، او يعني حماس زايد، بيبقى في بادي كونتاكت غير مشروع. هنبص عليها، بص ده بادي كونتاكت بادي ايه. فاول، يبقى ده الفاول الرابع على فرقه نادي الاتحاد. تغيير، خرج ميدو، انا من وجهه نظري احسن لاعب في الاتحاد لغايه دلوقتي، ونزل جاي. وادي ابو النصر، كابتن اشرف بيطلب ان في فاول، وادي باصه كويسه جدا اسيست من ابو النصر لاليكس يانج، بيسجل نقطتين. 48-40، 6 دقايق على نهايه الفتره الثالثه. رامي، فاول على اليكس يانج، وادي تكنيكال فاول على اليكس يانج، خطا متعمد على اليكس يانج. ليه يا اليكس يانج؟ هو رامي خبط وهو داخل، عصب. يبقى في 3 شوطات وحيازه للنادي الاتحاد السكندري. كابتن عبدين بيقول له الجرح، لا انا شايف هو زقه، وفعلا لو عدناها نشوف اليكس يانج اتعصب. معلش يا كابتن اشرف، هدي نفسك شويه. وادي تكنيكال فاول ثاني على الجهاز الفني للنادي الاهلي. طبعا اشرف، كابتن اشرف ربنا يكون في عونه، تحت ضغوط كبيره جدا، اصابات، ده بيطلب كمان الكابتن صبحي حسام نصبي يكتب كابتن اشرف. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا ربنا يكون في كل عون الكابتن اشرف. كابتن اشرف عليه ضغوط كبيره جدا، فرقته كل المؤثرين عنده مصابين وبيلعب، واصر اتحاد كره السله على اللعب برغم اعتراض النادي الاهلي لان عندنا 5 حالات كورونا. ومع ذلك كابتن اشرف بيقدم مباراه جيده جدا، وهو حاسس ان في ضغط عليه، فعشان كده متعصب شويه. سامح استفانوس تسرع في الخطأين الفنيين اللي قدام على الكابتن اشرف دوت. يعني احنا دلوقتي المفروض في 5 شوطات للنادي الاتحاد السكندري، مش معقوله يا جماعه كده، مش معقوله، لازم نحس شويه بالناس. سامح من الحكام الجيدين ومن الحكام الهادين جدا، سامح استفانوس، يعني
اكيد هو حس ان انفعال الكابتن اشرف زياده شويه، عشان كده يعني اول مره في حياتي انا اعرف سامح استفانوس في الملاعب من اكتر من 20 سنه، يمكن اول مره في حياتي اشوفه يعمل الخطأين المتتاليين ورا بعض دول، لانه حكم دولي كبير قوي وحكم في بطولات كبيره سامح. بس يمكن الكابتن اشرف الضغوط اللي عليه خدته يتعصب زياده شويه، معلش ان شاء الله ما تاثرش مع الفريق. كابتن سيد مصطفى مدرب قدير طبعا، كمان طبعا كابتن اشرف الخطأين دول لازم يستبعد من الملعب، وكابتن سيد مصطفى برضه المدرب العام للفرقه مدرب كبير وهيقدر، وطبعا كابتن اشرف هيقدر يقعد وراه مش عارف بقى يخليه يطلعه، المفروض هو القانون انه يطلع من الصاله خالص، لكن الكابتن اشرف سيد مصطفى نكمل نكمل ان شاء الله. كابتن سعد مصطفى هو اللي هيكمل الجيم، واحنا دلوقتي الحكام بيتشاوروا ايه اللي هيحصل، بس طبعا هو منطقيا في خطا، وفي خطا متعمد على اليكس يانج بشوطين، وفي شوطين للتكنيكال فاولز، فالمفروض اربع شوطات، هتشوفوا يعملوا ايه. ولا يهمك يا رجاله، فوقه 48-40، انتوا بتقدموا مباراة رائعة رائعة. كابتن اشرف قاري الجيم كويس ومحمس فرقته كويس قوي قوي. طبعا هيبقى فيه رميتين وخطأين. وادي اليكس يانج كمان اربعة فاول. الخطأ الفنية المدرب بيختار اللاعب اللي يشوطها. كابتن مرعي اختار المحترف الامريكاني جاي اللي يشوط الاولانية ما بيجيبهاش. وبيشوط الثانية بيسجلها، يبقى فاضل شوطين دلوقتي. نتيجة الخطأ سلوك غير رياضي من أليكس يانج لرامي إبراهيم. بيسجلها رامي. وبيسجل الثانية رامي. نرجع للجيم بقوة يا رجالة، ولا يهمكوا لسه احنا متقدمين 48-43. جاي فاضل 6 دقايق على نهاية الربع الثالث. ميدو لجاي بدولة. برافو يا محمود حمدي اللي نزل ملك اليكس يانج دلوقتي. طبعا اليكس يانج كمان 4 فاول ودي مشكلة. وادي الجمال هارد لك يا جمال، يا سلام يا جمال، ما شاء الله. ايوه يا ابني كده ما شاء الله، 4 من 4 ثلاثيه من الجمال ترفع الفارق ل 51-43. جاي ديفليكشن، برافو يا اولاد على الديفنس ما شاء الله. وادي خطا متعمد، لا بيقول خطا عادي، مع ان اللعيب دوت المفروض الصفاره دي ان سبورتس لايك مان فاول، لان اللعيب كان رايح للباسكت. وادي سامع السفرانس بيقول له لا لازم تحسبها ان سبورتس لايك مان فاول. هنشوف هيعدي قراره فعلا. برافو يا سامع، انا بقول لكم سامع السفرانس حكم جيد جدا قانونا، ده رايح في هجمه وقف الهجمه، لازم يبقى خطا سلوك غير رياضي بشوطين وحيازه للنادي الاهلي. برافو يا سامع السفرانس، برافو يا شكاوي برضو، بس يعني جنبك التوفيق فيها، بس برافو عليك يا شكاوي. بيضيع الرمية الحرة الأولى حاتم ويجيب الثانية. برافو برافو، 52-43. برافو يا أولاد. بحيري بحيري مفيش حد بره يريحه يعني خالص. بحيري معلش أنت قدها ودود إنك تلعب 40 دقيقة يا بحيري. أبو النصر أبو النصر ابو النصر العب 3 ثواني بس وحش مع الستار عشان فاضل 3 ثواني. جاي ميدو لجاي لميدو ثلاثيه ما تجيش. الوحش سيف بيطلعها اوت. صح صح ماشي يا سيف، برافو عليك برافو يا سيف. جاي جاي ميدو بيخترق ميدو
بيقطع احمد حمدي. على مالك يا احمد، على مالك يا احمد، قلت يا احمد، هي دي الروح. احمد حمدي الوافد الجديد بيقطع الكوره وبياخد اول ذوي ويحط صاعقه يصاحب بيها فرقه النادي الاهلي 54-43. برافو يا اولاد، برافو يا اولاد. جاي جاي دوله هيثم كمال ميدو بيخترق لجاي ثلاثيه بيسجلها ويصوب ويسجل 54-46. بحيري حمدي، حمدي معلش بس وحشه يطاح الاتحاد السكندري. جاي ميدو سمعه دوله فاضي خالص ثلاثيه ما بيجيبهاش بيلمها احمد حمدي. برافو يا احمد يا حمدي، بس الحيازه لسه لصالح نادي الاتحاد السكندري. تغيير في صفوف نادي الاتحاد السكندري 3:40 على نهايه الفتره الثالثه. اوت سايد الاتحاد، الحيازه المتبادليه مع الاتحاد السكندري 54-46. بيتاكد من الحيازه الكابتن سامح. بعد الكرة بتتلعب ما بتجيش بيلمها. برافو يا بحيري، هارد لك هارد لك. كابتن قفشه توفيق وقعد وراهم هو برضه عشان يديهم تعليماتهم ان شاء الله ربنا يديها له على خير. شوشه دوله فاضي خالص بيشوط ويسجل ثلاثيه لنادي الاتحاد السكندري 54-49. اهو كابتن اشرف رجع اهوت واقف ورا فرقته ان شاء الله يحمسهم. اوت سايد لصالح النادي الاهلي 3 دقايق نهايه المباراه. مباراه عصيبه، الضغوط المحطوط عليها فريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز التدريبي للنادي الاهلي بالاصابات الكتيره واحساسهم ان اتحاد السله اصر يلعب واحنا في موقف صعب عامله ضغوط عليهم، لكن اولادنا اداؤه رجاله. حاتم، حاتم احمد حمدي، احمد حمدي العب يا احمد، خلاص العب يا احمد. الحكم بيصفر خطا ماشي الكوره كابتن ايهاب عابدين ماشي. دقيقتين 52 دوله سمعه جاي ثلاثيه يجيبها الفريق يتخلص النقطتين نصحصح. بحيري، بحيري، بحيري حاتم البحيري بيخترق طلع لابو النصر، اوصل ابو النصر لحمدي، حمدي هارد لبحيري لابو النصر بيقاتل على الكره اولادنا ماشي. اوت سايد، والله يا جماعه روح قتاليه عاليه جدا بيلعبوا بها اولادنا وفرقه الاتحاد بتلعب بروح قتاليه عاليه هي كمان. والماتش بقى كريتيكال اهو بقى متأزم 2:11 على نهايه الربع الثالث 54-52. دوله هيثم كمال لجاي، جاي بيخترق ما بيجيبهاش، لكن بقى انا شايف في زقه، في زقه فعلا الجرح بيعترض في زقه لكن الحكم ما بيحسبش حاجه 54-54. وادي احمد حمدي وادي اخترق تايم اوت طبعا بيطلبوا بسرعه فرقه الاهلي. انا فاهم فيه يا جماعه خطئين متتاليين للنادي الاهلي ما بيتحسبوش معلش تايم اوت نرجع في الجيم تاني واترككم مع كلام المدربين.
بابا لما تاخد ميديم خده. مرة تانية وعودة المباراة. أول مرة النادي الاتحاد يتقدم 56-54. الجمال بيخرج الكرة، فاضل دقيقة 37 ثانية على الربع الثالث. بحيري طبعا العدد بتاع لعيبة الاتحاد اللي بيشاركوا أكتر من عدد لعيبة الأهلي، وقت التعب لعيبه الاهلي نظرا للغيابات اللي بقول مره ثانيه وثالثه الكبيره في صفوف النادي الاهلي. 5 لعيبه مصابين بكورونا، ومع ذلك اصر اتحاد السله على اقامه المباراه. لكن اولادنا بيقاتلوا وبيأدوا، لكن طبعا التغييرات في كره السله مهمه جدا للمدربين، لان هو بتديهم اريحيه ان هم يريحوا لعيبتهم المهمين ويعملوا تبديلات. يعني كابتن احمد مرعي كل 4 دقايق 3 دقايق بتلاقي فيه تغييرتين. كابتن اشرف مش عارف يعمل ده، لان برضو اللعيبه اللي بره ناشئين يا ولاد يا جماعه، ناشئين. جيم زي دوت صعب عليهم. وادي كوره هارد لك يا بحيري، دخلت وخرجت. دوله اخر دقيقه ربع الثالث. كي كي قطع منه حاتم، ابو النصر بيهدي. واضح برضو ان ابو النصر عنده اصابه، لان لو النصر فت كان زمانه راح بالكره ديت لغايه الاخر. بحيري لحمدي، برافو يا حمدي، برافو يا بحيري، اسيست رائع من البحيري لاحمد حمدي، بيحط الكره وبيحصل على خطا على رقم 12. رامي حره اضافيه 56-56، 40 ثانية، 41 ثانية على نهاية الربع الثالث. حمدي، برافو يا أحمد يا حمدي، برافو عليك يا ابني. حاتم البحيري شكله تعبان جدا يا جماعة، بس الولد بيأدي. خلاص 30 ثانية وناخد دقيقتين راحة يا حاتم، استحمل. جاي لما حاتم، حاتم 20 ثانية على ميلوكو، على ميلوكو، خد الهجمة، خد الهجمة لغاية الآخر. كابتن سعد والجرح يوم بيقولوا لهم افتح الملعب. 24 ثانية مع زمن الهجمة. سيف اتقطعت بس مشيلها ما جاتش، وتنتهي الربع الثالث بتفوق النادي الاهلي 57-56 في ظل الغيابات، وفي ظل اليكس يانج بره لانه عنده 4 فاول. هنكمل الربع الثالث بعد دقيقتين راحه الى الملعب. نعمل
محتاج انت في الميس ماتش ده، مش محتاج سكريب بول يجي يعمل لك دبل. انت كله ليه ده، ليه جاي له؟ يلا رجاله يلا حاجه ثانيه يلا واحد اثنين اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، وعوده للمباراه قويه جدا جدا والتي تليق بنهائي دوري المرتبط بين اقوى فريقين كره السله في مصر، النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. ومع ان النادي الاهلي بيواجه ظروف عصيبه لاصابه 5 من نجومه بالكورونا، لكن الموجودين عاملين مباراه رائعه ومتقدمين حتى الان على فريق نادي الاتحاد المكتمل الصفوف 57-56. احمد حمدي، اليكس يانج اللي رجع، 3 فاول بس مش 4 لسيف. سيف بيدافع عليه رامي، رايح له اسماعيل يعمل هيلب. وحشه يا سيف، معلش. سيف لعب لغايه دلوقتي 30 ال 30 دقيقه اللي فاتوا. حاتم الباهري لعب 30 دقيقه لغايه دلوقتي. شوشه، ميدو، شوشه، شوشه بيحاول يخش من البحيري، بيقف ديال اسماعيل، ميديم شوت. بكل خبرات اسماعيل، خبرات السنين بيسجل. سيف اتحرك، بعيني تعب خالص يا جماعه، للاسف مفيش بديل ليه، حتى مودي الجرح مش قادر يلعب. ابو النصر، اليكس بيخترق، اليكس البحيري، حمدي بيخترق ما بيسجلش، يلمها هيثم كمال. 58 اتحاد، 57 الاهلي. رامي، هيثم، شوشه من بعيد، ثلاثيه ما بيجيش، لمها محمد ابو النصر. ابو النصر، اليكس يانج، ثلاثيه سياره، يرجع ياخدها تاني ويخش ويسجل اليكس يانج. برافو يا اليكس، يعيد التقدم للنادي الاهلي 59-58. هيثم كمان، ميدو ترجع لهيثم، اسماعيل بيموه، ثلاثيه اسماعيل مش جايه، يلمها هيثم كمان. لكن يا راجل، بلوك من احمد حمدي كده، لكن كابتن سامح شايف ان هو عمل تقاطع اليدين مع بعض فحسب خطا على احمد حمدي. هنبص عليها اهي، هيثم كمان طالع، فعلا فاول، فعلا فاول، عندك حق يا كابتن سامح، انا اللي مش شايف. لمتين حرتين لهيثم، يربط حذائه، ياخد نفسه كده قبل ما يشوط. وادي مودي الجرحي، حاتم لازم فعلا ربنا يكون في عونه، لعب لغايه دلوقتي 32 دقيقة، لازم ياخد نفسه شوية. برافو يا حاتم، رائع، أدى بطريقة رائعة. يلا يا مودي، انت اداه ودود، انا عارف انك راجع من اصابه، بس انت الكابيتانو، شد فرقتنا لفوق. هيثم كمان بيسجل حامل الحره الاولى 59-59. هيثم كمان وبيسجل رامي الحره الثانيه 60-59 لصالح الاتحاد السكندري. اليكس يانج، الكابتن اشرف خلى مودي يروح في الجنب كده، وخلى ابو النصر هو اللي يمسك الملعب. ابو النصر، ابو النصر، ابو النصر بيلعب على اسماعيل، يديها لسيف. برافو، فاول، برافو يا سيف، جود باس يا ابو النصر. وهو طالع سيف، هيثم كمان يرتكب خطا ضده، رميتين حرتين لسيف. الخطا الثاني على هيثم كمان. ابص البصه رائعه من ابو النصر وهو طالع بيعيقه هيثم كمان، رميتين لسيف، رمي الحله الاولى. برافو يا سيف، بيسجل.
زي ما الحره الثانيه لسيف سمير هايل النهارده ما شاء الله عليك يا سيف، برده اللاعب الوحيد اللي ما حركش الملعب لغايه دلوقتي. برافو يا سيف، بيسجل رمي واحد ثاني، وادي تغيير كان لاحمد مرعي. ده بقى اللي مش قادر يعمله كابتن اشرف، الروتيشن الكتير اللي بيعمله الكابتن مرعي. طبعا كابتن اشرف مش قادر يعمل كده علشان اللعيبه المصابه. احنا بنلعب باربع لعيبه تحت السن. هيثم جمال نادي الاهلي 61، وادي مصطفى عصام ثلاثيه ما بيجيبهاش لباون. يا سلام عليك يا سيف، مقاتل لمودي. برافو يا سيف. احمد حمدي على مهلك، فاول ما حسبوش. اسماعيل بيدافع، ميدو لهيثم جمال. فاول هنا ما بيتحسبش وفاول هنا بيتحسب. وادي الجرح بيقول له انت الكره هيت هنا ما حسبتهاش يا كابتن وبتحسبها هنا، وانا مش عارف هو متوتر ليه الكابتن. اهي فاول، اهي فاول، اهي اسماعيل ضارب كوعه. شباب معلش يا شباب، 62 اتحاد 61 اهلي. رمى اضافيه للرامي بيسجلها 63 61 ابو النصر. خطا متعمد بيحسبه الكابتن سامح استفانوس. ان سبورتس لايك مان، فاول على جاي رميتين رميتين حرتين لابو النصر وحيازه للنادي الاهلي. بص بص اه كابتن سامح بيقول ان هو لعب معاه بعنف زياده بعد ما حاول يقطع الكوره، خبطه في وشه وزقه بره. رميتين لابو النصر، يلا يا ابو النصر. وده كابتن اشرف تطوير، ربنا يكون في عونه. رميتين حرتين، فاضل 7 دقايق و18 ثانية. بيسجل محمد أبو النصر الرمية الحرة الأولى. هارد لك يا محمد. ما بيجيبش الثانية. 62 63. وادي مرعي بيمارس هوايته في تغيير اللاعبين لراحة النوم اكتر وقت ممكن. بحيري اللي راجع تاني مكان مودي، مودي ريحه دقيقتين كده اهوت. بقول لكم مودي مصاب. وادي يانج، وادي يانج فاول طبعا، الحمد لله صفر في الاخر. رميتين حرتين لالكس يانج. اهو شوف الفاول، شوف الفاول من هيثم كمال. يانج فاول الثالث على هيثم، بيسجل رمية الحرة الأولى يانج. أليكس يانج بيسجل الثانية، يتقدم النادي الأهلي 64 63. 7 دقايق و10 ثواني عن نهاية المباراة. جاي ميدو، ميدو هيثم لميدو، طبعا بيلعب مع احمد، احمد حمدي بيعمل سويتش مع ميدو فبيحاول يخش بيه، يرتكب معاه خطا لكن ما كانش في حال التصويب. اوت سايد لصالح الاتحاد السكندري. الجمال بيطلع احمد حمدي، واليكسان كده يلعب في مركز اربعه. برافو يا احمد يا حمدي، عملت اللي عليك. هيثم جمال، ميدو، ميدو طه، ميدو طه. يا جماعه مش معقوله مش هنقول خش كده يا سيف. معلش معلش، يلا يلا. 65 64 ابو النصر، ابو النصر بتقطع منه. ميدو جاي، جاي يوصل لغايه الاخر، طلعها لمصطفى عصام. جاي
ميدو بيخش ميدو بيسجل ولاول مره بيتقدم الاتحاد السكندري بثلاث نقاط 67-64 وفاضل ست دقايق وعشرين ثانيه على نهايه المباراه. السكندري بيلعب دفاع ضاغط طبعا حاسس ان لعيبه الاهلي وجهدت لانها ما بتتغيرش. ابو النصر اليكس يانج ابو النصر بيخترق لسيف سمير ميديم شوت برافو يا سيف عرض ابو النصر بيتابعها يا ساتر عليكي بتلف وتخرج ترجع للاتحاد السكندري. ميدو شوشه بيسجل تايم اوت فعلا كابتن اشرف بيرد عليهم تايم اوت 70-64 لصالح الاتحاد السكندري تايم اوت فاضل 5 دقايق و50 ثانيه لسه بدري جدا يا رجاله اسيبكم تشوفوا المدربين هيقولوا ايه. اليكس وانت وسيف روح على سيف لتحت بعد السكرين روح لتحت روح لتحت يلا مرة تانية العودة للمباراة وأنا بطرح حاجة للكابتن هيثم السعيد يا ريت يناقشها في استوديو التحليلي. النهاردة اتلغت مباراة المرتبط اللي هتتلعب يوم الثلاث بعد النادي الأهلي ما كسبها. طيب طبعا لو النادي الأهلي كسب المباراة دي الاتحاد السلة هيقول هنأجل المباراتين مع بعض. طيب لو الاتحاد السكندري فاز بالمباراة مش من حق النادي الاهلي ان هو يطلب تاجيل مباراه الكبار لحين ان تلعب مباراه الصغيرين. انا بطرح المساله ديت ولازم النادي الاهلي يتكلم فيها بقوه ان احنا مش هنلعب مباراه الكبار الثانيه غير لما نلعب مباراه الصغيرين الثانيه وديت هي اللائحه في المسابقه. مش معقوله هتاجل ماتش الصغيرين وما تاجلش ماتش الكبار. قضيه يا ريت الكابتن هيثم سعيد يطرحها مع زمايلنا في الاستوديو. عوده للمباراه 70-64 من الاتحاد السكندري لعيبه النادي الاهلي بحييهم على الجيم اللي اتعمل ده مهما تكون النتيجه يا جماعه. هيثم كمال ثلاثيه من بعيد 73-64 لصالح الاتحاد السكندري في 4 دقايق. اليكس يانج بيحاول يخش برافو يا اليكس لسه يا اولاد فيها كتير نقاتل فارق 7 نقاط 73-66 جاي ميدو هيثم مصطفى عصام لجاي ثلاثيه ما بيجيبهاش لما سيف ما شاء الله عليك 35 دقيقة لعب لغاية دلوقتي لسيف بحيري ليانج طالع يانج وهو طالع هيثم كمان ارتكب خطأ ضده ببراميدين. مرة تانية بطلب من الكابتن هيثم سعيد وضيوفه الكرام مناقشة اللي أنا بقوله دوت. النهارده
مباراه المرتبط اللي هتتلعب يوم الثلاث تم تاجيلها لان فرقه الاتحاد مرتبط فيها حالات كورونا اكتر من 7. طيب هل من المفروض تلعب مباراه الكبار دون ان تلعب مباراه الصغيرين؟ انا من رايي ان حق النادي الاهلي يطالب ان هو لا تلعب مباريات الكبار الا لما تلعب مباريات الصغيرين، سواء كانت النتيجه الاهلي كسب او النتيجه الاهلي خسر المباراه دي. ارجو يا كابتن هيثم ناقش لي الموضوع دوت في استوديو التحليل بتاعك. اليكس يانجو رميتين حرتين بيسجل رمي الحره الاولى، برافو يا اليكس. الرميه الحره الثانيه لاليكس يانج بيسجل اليكس، وده الفرق لخمس نقاط، لسه كتير 4 دقايق و12 ثانية. موت يا اولاد، اكتبوا اسمكم في التاريخ. ويا سلام يا يانج بيعمل بلوك رائع لاسماعيل احمد، سيف بحيري، بحيري ترجع لعرض لك يا بحيري. تعب تعب يا جماعه، ربنا يكون في عونه، شايل الجيب كله. ميدو ميدو دوله للسمعه، السمعه مصطفى عصام لدوله، مصطفى عصام، مصطفى عصام برافو يا سيف. يانج يانج اليكس يانج مهيب مهيب، هو العقل كويس يا مهيب، برافو عليك. بيخترق من اسماعيل بس بشوطه وحشه قوي يا مهيب، معلش. 73-68، 3 دقايق و10 ثواني على نهايه المباراه. دوله مصطفى عصام لدوله، مصطفى عصام اسماعيل ميدو بيخترق ما بيجيبهاش، لماها سيف بحيري بتتقطع من البحيري. تعب يا جماعه، انا عذره معلش، اعذروه انتوا كمان. مفيش بلي ميكر بيشيل الوقت ده كله لوحده، ما عندناش تغييره ليه، ما عندناش تغييره لان عندنا لعيبه مصابه، 5 لعيبه مصابه بكورونا، منهم 2 بيلعبوا في مركزه، ايهاب امين ومحمد مصطفى مودي. هيثم كمال، مصطفى عماصام ثلاثيه بيسجلها، بيرفع الفارق ل 76-68. بحيري بحيري بيخترق، تيجي في رجليه وتطلع بره، تعب تعب تعب. تايم اوت بيطلبه الكابتن احمد مرعي، فاضل 2 و10 ثواني. طبعا هو ليه 3 تايم اوت فلازم ياخد واحد منهم قبل ما الدقيقتين يكنسلوا، اخر 2. واسيبكم مع المدربين نشوف هيقولوا ايه. عودة مرة تانية للقاء الأول من نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري متقدم دلوقتي 76-68 وفاضل 2. معلش هرجع أكرر تاني، كابتن هيثم السعيد رجاءً التكرم بمناقشة هذه النقطة.
في حالة فوز الاتحاد السكندري. مباراة المرتبط لن تلعب يوم الثلاث. طبعا من حد النادي الاهلي يطلب ان هو ما يلعبش المباراة الكبيرة الا لما تلعب مباراة المرتبط. اعتقد ده حق النادي الاهلي ولازم نناقش الموضوع ده. دولة ثلاثية ما تجيش اللي سيف اليكس يانج بعيد قوي. يا اليكس مستعجل ليه؟ مستعجل ده لسه بدري لكن ابو النصر قاتل عليه. بعيد يا اولاد ليه مستعجلين؟ مستعجلين ليه؟ مش مستعجلوش لسه بدري. دقيقة ونص دقيقة ونص وجاي بيوصل لغاية النهاية ويسجل 78-68. مهيب ابراهيم محمد ابو النصر لسيف محمد ابو النصر بيحصل على خطا استنجر ريمتين وحرتين. يا شباب بصفتي عضو من اسر كره السله في النادي الاهلي انا بحيي فرقتنا النهارده، بحييهم لعبوا بروح عالية جدا جدا. لعيبة ما خرجتش من الملعب، لعيبة لعبت اكتر من 35 دقيقة، لان الفرقة العناصر المؤثرة اللي بتكمل العناصر في الملعب ديت عندهم كورونا. خمس لعيبة من فرقة الدرجة الاولى، يعني في 9 لاعبين فقط من قائمة الدرجة الاولى بتلعب، ومودي الجرحي مصاب. يعني تخيلوا الفرقة من غير 6 لاعبين اساسيين بتناضل لغاية نص الكوارتر الرابع. معلش في مباراة تانية كده النادي الاتحاد بيعادل النادي الاهلي 1-1 لان النادي الاهلي كسب. سيف بيسجل 80-71 40 ثانية. ابو النصر خطأ فاول على محمد ابو النصر 46 ثانية فرق 9 نقاط نادي الاتحاد السكندري. دولة مصطفى عصام برافو يا اولاد النادي الاهلي بالقطر لغاية الاخر. برافو عليكم ولا يهمكم. معلش يا كابتن اشرف ربنا يكون في عونك، ضغوط كتير عليك. رفض اتحاد السلة تأجيل اللقاء بالرغم من إصابة 5 لاعبين أساسيين عندك بالكورونا، لكن ولادك قدموا مباراة قوية وإن شاء الله المباراة الجاية يبقى أحسن. 200 مصطفى عصام 39 ثانية. بيسجل مصطفى برافو يا مصطفى. طبعا ده ما يقللش ان نادي الاتحاد لعب مباراه بصوره جيده جدا جدا جدا. نادي الاتحاد مش طرف في المشكله اللي انا بتكلم فيها. نادي الاتحاد الاتحاد الباسكت قال له تلعب والناس بتلعب بكل روح وبكل روح رياضيه بياخدوا المباراه. مباراه نهائيه فريق كبير. اليكس يانج بيشوط ما سجلش. خطا على محمد ابو النصر. لكن هنا ايهاب عابدين بيقول للشكاوي في مارشيه قبل الفاول. في مارشيه قبل الفاول. في مارشيه قبل الفاول. صح. يبقى خطا للنادي الاهلي لصالح النادي الاهلي. هنبص عليها كده. اهي. مارشيه فعلا قبل الفاول. ايهاب عابدين صفرها. 28 ثانية. طبعا النتيجة حسمت كده لصالح نادي الاتحاد. لكن هرجع اقول كل التحية والتقدير لاولادنا. عملوا جيم في ظل الغيابات رائع لكن ما قدروش يكملوا لان زي ما قلت لكم التغييرات قليله جدا عندنا. خلاص خلاص مبروك نادي الاتحاد الفوز بالمباراه الاولى بنتيجه 81-71. بحيي مره ثانيه فرقه النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاتحاد السكندري. اما نشوف بقى اتحاد السله هيقرر يلعبوا المباراة الثانية قبل مباراة الدوري المرتبط لأن فرقة الاتحاد مش هتلعب دوري فرقة المرتبط مش هتلعب ولا هيأجلوا المباراتين مع بعض. كل التحية مني أنا معلقكم الرياضي سيد صابر
وأنا الميكروفون للعزيز هيثم السعيد وضيوف الكرام، وإلى أن نلتقي في مباراة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.